في المالديف السيجور يتكلف برشا فلوس. اما اليوم انا باش نقول لك كيفاش تعدي فاكونس باهيه من غير ما تصرف برشا فلوس. عسلامة ومرحبا بكم، انا غايف وهذه كابسول فواياج على جوهر اف ام. المالديف هو أرخبيل متكون من 1200 جزيرة مرجانية وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم. دوما توصل للمالديف أول حاجة لازمك تعملها هي أنك تلقى وسيلة نقل باش تهزك من العاصمة مالي لواحد من جزر المزينة الدايرين بها. الطريقة الأولانية هي الفيري اللي هي بوبليك واللي تخرج مرتين في النهار وسوما عادة رخيص. والطريقة الثانية هي الزوارق السريعة وأغلى شوية في السوق، لكن ما تخافش الشط معبي بسياح اللي يتقاسموا معك الأجرة باش يمشيوا معك لوحدة من الجزر هذه. من الأول يلزم اختيار الجزيرة ما يكونش واحدة من جزر الكبار اللي عليهم المنتجعات السياحية الغالية برشا واللي عندهم بدائل وبأقل برشا فلوس كيما مافوتشي، فافو وفوليادو. من أهم الطرق اللي لازمك تعملها وننصحك بها بوكي ليلة واحدة، وكي تخلط غاديكا تلقى برشا وتلة واللي هما في العادة مملوكين للسكان الأصليين وما عندهمش دي سيت انترنت، لذا ليلة تكون فيهم رخيصة برشا مقارنة بالمنتجعات السياحية اللي معبية جزر. حاجة مهمة برشا اللي هما ليزاكتيفيتي توريستيك. العادة الأسوام اللي باش يعرضوها عليك غاديكا باش تكون 60-70% أغلى من السوم الأصلي، لذا ما تخافش ناقش في السوم وتأكد كلمة لي ماكش باش تسمعها. كالعادة نشكرو إكزيست سبونسر متاعنا في فواياج. هكا كان فواياج لليوم، نتقابلو في رونديفو جديد وفواياج جديد على جوهر FM.